أكد سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن أن رهبنة القديس يوسف أظهور هي أقدم رهبنة جاءت إلى الأرض المقدسة وتكرست لخدمة التعليم والصحة، مبيناً أن الراهبات يعملن في العديد من المؤسسات بتفان ومحبة. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة شهداء الأردن في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان بمناسبة الاحتفال بالنذور الرهبانية الأولى للأخت هبة صباح كتي في رهبنة مار يوسف الظهور، بمشاركة المطران سليم الصايغ وعدد من الكهنة والراهبات وجمع من أبناء الرعية. ولفت المطران الشوملي في عدة القداس إلى أن الحياة المكرسة هي مبادرة مهمة في حياة المكرس أو المكرسة. ولتأكيد الحرية سأل الأسقف النادرة: هل اتخذت هذا القرار بحرية تامة مبنية على محبة الرب واستجابة لدعوته؟ وسمعنا الجواب: نعم، بحرية تامة. نعم، الله بده إيانا نتبعه بفرح، بده إيانا نتبعه ونحن أحرار، هو يدعونا ونحن نستجيب. نستجيب ليس لأننا أقوياء ونتكل على قدرتنا الشخصية، الله دعانا رغم هشاشتنا ومحدوديتنا، إنما نحن نتكل على قوة الروح القدس وعلى قوة الصلاة. إذا عديته كم من مرة كان الجواب اليوم، ولسه في تكملة للأسئلة، كم من مرة النادرة تقول بقوة الروح القدس: نعم أريد. عديتها طلعه سبع مرات، هو الرقم الكمال. نعم، الدعوة هي بحرية وبقوة الروح القدس. وبعد العظة أعلنت الأخت كتي أمام الأساقفة والشعب عيشها لنذور العفة والفقر والطاعة لسنة واحدة بحسب قوانين الرهبنة، وقد أعلنت تكريس ذاتها لمختلف أعمال المحبة لتتسلم من بعدها الصليب والطرحة. وفي سياق متصل وجه الدكتور صباح كتي والد الأخت هبة شكره من العراق إلى الأهل والأحبة في الأردن لما قدموه من عون ومحبة لابنته، حتى كانوا لها بمثابة الأهل والعائلة.